السلام عليكم، معكم محمود من قناة روا لايف. الخلاصة لا تزال في جيبي، الحلقة 16. صباح الخير الأول، إزايك عامل إيه؟ أصبحنا وأصبح الملك لله، وأمسينا وأمسى الملك لله. لو كنت عندك مساء دلوقتي، يا حنان يا منان يا خالق الدنيا من أربع تركان، الفرخة بجناحين والأرنب بأربع رجلين. أنت إزايك عامل إيه؟ مبسوط ولا إيه؟ أحوالك عاملة إيه؟ وحشك بلدك؟ أيوة أنا عارف صح، لكن بيني وبينك ده مش صح. ليه مش صح؟ أولا أنت إيه اللي وحشك في بلدك؟ خلينا بس نتناقش. يعني مثلا إحنا بنبقى قاعدة حلوة زي اللي إحنا قاعدينها دلوقتي، ألاقيك بتقول لي وحشني بلدي، نفسي أرجع، الغربة متعبة، نفسي أسافر أقعد شهر كده في بلدي أستمتع. أقول لك وإيه اللي منعك؟ الحدود مفتوحة دلوقتي، تعال نسافر دلوقتي. تقول لا 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 خليها آخر أغسطس، دلوقتي بلاش. ما اخر اغسطس في اول سبتمبر هتبدا دراسه السنه الجديده، يعني اروح اقعد اسبوع كده ولا 10 ايام. طب فين الشهر يا عم؟ يلا يعني معلش، ده نتيجه ايه بقى؟ لان في خطاب داخلي جواك وخطاب تاني خارجه، في استهلاك داخلي للمشاعر وفي استهلاك خارجي للكونفرسيشن والحوار مع الناس. ليه الصراع ده موجود؟ الصراع ده بسبب ان فعلا في حاجات وحشات، فعلا في حاجات وحشات. طيب اقول لك لوحشك اصحابك مثلا وعادتكم الحلوه، يقول لك القعده الحلوه بس انا برضو ليا اصحاب. ما برضو مش هينفع تقول لي انا هنا معزول وماليش اصحاب. تقول لا لا والله ليا اصحاب. ماشي ليك اصحاب هنا، ما مش بتخرج معاهم؟ يقول لك وبنروح الشاطئ وبنروح البحر واحنا كتير، احنا 10 بنروح مع بعض وبنلعب كوره وبتاع. طيب ايه اللي ناقصك؟ اقول لك انا ايه اللي ناقصك، عشان انت مش هتعرف تجاوب قوي على السؤال ده. في مصر مثلا اما بنروح شله كده مع بعض 4-5 ولا حاجه، نطلع في عربيه واحده ولا عربيتين، نطلع الساحل الشمالي او مطروح، بتبقى اللمه حلوه. الساعه الواحده ب 100 يوم استمتاع وانبساط وهزار. ليه بقى؟ لان في بينكم وبين بعض عشره طويله 8-9 سنين من العلاقات المتداخله، في حاجات كتيره تسترجعوها وتضحكوا عليها، وفي احداث جاريه. ما فيش حاجز لغه، ما فيش حاجز ثقافه، مفيش حاجز فرق تعليم بينكم، يعني تقريبا انتوا واحد ميه واحده وبقالكم سنين على كده. في روسيا اوكرانيا الخصله دي مش موجوده، ناس كتير اصحاب مقربين، يا عم نقول مقربين ليك، ولكن لغه الحوار حتى لو الروسي بتاعك كويس، في ناس على فكره الروسي بتاعك كويس جدا في روسيا واوكرانيا من العرب، ولكن الموضوعات قليله، المشتركه قليله، مش متابع الترند ايه، ما تعرفش ايه الحياه اللي بتجري. لو اتكلموا على نكته ولا حاجه اتقالت في شو اتذاع امبارح ما تعرفوش، لو واحد سياسي بيقول كلامه وبيهزروا عليه برضو ما تعرفوش، حاجات كتيرة فايتاك. لو سمحت راجعها علشان يبقى في لغة حوار بينك وبينهم، عشان بعد كده انت هتاخد الجنسية تبقى وسط البلد. مش هقولك انت مجبر على الموضوع ده، انت براحتك طبعا، بس عشان تبقى حياتك اسعد، عشان تبقى مبسوط في البلد اللي انت عايش فيها الجديدة. ايه المانع ان انت يكون عندك استمتاع في البلدين؟ ليه لازم البلد الواحد؟ يبقوا ثلاث دول، يبقى معاك ثلاث جنسيات، وكل جنسيه كل بلد عارف لغتها كويس او مش كويس بس عارف احداثها. يعني مثلا الشيء بالشيء يذكر، انا في تركيا مثلا كان في مقوله كده، اما تيجي تقولها الناس كلها عارفه انت بتتكلم على ايه. اما تيجي تقول مثلا ايه 1 مينيت 1 مينيت اولماز، يعرفوا انت بتتكلم على ايه وقصدك ايه والموقف ايه، ويضحكوا معاك وبتاع ويقول لك نكت زيها وبتاع وانت ماشي امبرل معاه. مثلا اغنيه مشهوره باراتشوك باراتشوك ساندانيفار، برضو مشهورة أغنية شعبية كده وحشة، بس يعني بيتريقوا بيها على حاجات معينة. برضو في جملة انجليزي ما يعرفهاش غير الأتراك، ما يعرفش مقصودها ولا نكتتها إلا الأتراك، اللي يقول لك إيه على سبيل المثال على ما أتذكر كانت الجملة يقول لك what can I do sometimes، فwhat can I do sometimes دي جملة انجليزي، بس مين اللي قالها في موقف إيه ما يعرفهاش غير الاتراك. فتبقى عارف في حاجات تاخد وتدي معاهم فيها، فتبقى مستمتع جدا ومبسوط بعدتك لان في لغه حوار. في روسيا واوكرانيا مثلا دلوقتي في الاغنيه المشهوره تيجاريش كاكاكونيا، طبعا دي مشهوره وفي النار في الهشيم، اغنيه غلسه ورخمه ولكن بتتقلب النكت برضو وهزار. فلازم يبقى عندك لغه حوار، مش لازم في الهيافات، في الحاجات الظريفه اللي دمها خفيف.